فريز ملعوبة حسن معاذ محاولة مرور كرة طويلة تمر لخارج الملعب إلى رمية جانبية. حسن معاذ سقط لا بالصخر بالصخر لا هي كانت هو عنده إنذار حسن معاذ الآن ما كان لها داعي تماما. مباراة نهائية يا حسن معاذ. في الشوط الأول شاهدنا اللي كان عليه حسن معاذ مع اللاعب ليونغ بيو، ولكن أخذ له دش في اللقطة الماضية. شوف حلوة يا حسن، يعني لقطتها كانت حلوة، وصراحة مع جو المباراة وبرودة المباراة أعتقد أن الماي يسخن. شوف سباحة يا عمي، سباحة ببلاش. ليش زعلان يعني؟ ليش زعلان؟ بالعكس اسمح يعني يعني اول لقطة في ملعب مباراة تاخذ لك تزعل ليش يعني؟ تاخذ لك روعة شوف زعلان